اسمي محمد بدر، انتيريور ديزاينر مصري سبيشاليزد ان اركيتكتشر اند انتيريور ديزاين. انا حسام نبيل، اركيتكت وانتيريور ديزاينر، موجود هنا النهارده في الشوت في كفر نجم ماجازين. انا احمد حسين، انا معاكم في انيجما ماجازين ايشيو جون. مبسوط ان انا معاكم وان شاء الله هيبقى ايشيو جامد جدا. I've been in the market over than 24 years of experience now. I've been working in residential, commercial, hospitality, corporate and office. My style in designing is I'm more into modern and contemporary designing. وماشي بمبدأ تقريبا less is more. Where I adore anything is related to a story. I think إن الدايركشن الجديد في الانتيريور في الفترة اللي جاية هيروح في الحتة اللي فيها more positive energy, more vibrant colors أكتر, to lift up our psychological feelings in general. Usually direction بتاعتنا more of a modern, luxury, contemporary style, وفي نفس الوقت eclectic وdifferent. هو التشالنج بتاعي ان انا ازاي اطلع كل بيت ليه علاقه بالكاركتر بتاع صاحبه, ان هو يطلع في نفس الوقت بيت different وunique, وفي نفس الوقت feel luxury. بالنسبة للستايل اللي انا بشتغل بيه, انا ما فيش ستايل معين محدده ان انا اشتغل بيه. انا بشتغل مع الكلاينت على حسب هو عايز يطلع حاجة شكلها عامل ازاي, وعلى حسب شخصيته, وعلى حسب الباك جراوند بتاعه والهيستوري بتاعه, علشان اعمل له بيت يعرف يعيش فيه ويبقى مناسب ليه هو. والمشاريع كمان حجمها كبر, او البيوت مساحتها بقت اوسع شوية, فده تشالنج جديد بالنسبة لي هيخليني اطلع حاجات جديده الفتره الجايه دي ان شاء الله. يعني هنطلع مشاريع حلوه قوي.